الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صدق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد رضيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والقرآن حق اللهم إنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك في قبضتك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا حجة ولا علينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا
أن نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت. وعافنا في من عافيت. وتولنا في من توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتب علينا. وصلى الله على النبي الكريم. أكبر. الله أكبر. الله أكبر.